الاتهام الأول اللي هو نعيمة الجني متهمة بأنها تفعل كل شيء لدعم ابنتها أمامة بن حفصية باش تكون موجودة على الساحة. ونعم الاتهام، وشنو اللي أغلالي من كبتي أميمة وبنتي؟ لكن ما نعمل ما نعملش هي توا إيش هو شو مش أقول لك حاجة بربي، هذه سؤال أميمة فديت منه علاش باش نقول لك أميمة ماهيش مستحقة باش أنا ندافع عليها. ولو أني أنا الحقيقة ما نكذبش عليك كي نلقى روحي في كاستينج وإلا أكيد أني باش نحب ماذا بيا أنه يعني بنتي عيطوا لها، خاطر هي أميمة ماهيش متطفلة على الميدان، أميمة ممثلة من عمرها 3 سنين خدمت مع الكبارات، خدمت مع هذا، هي بنت الحقوق، هي بنت الحقوق، ما هي موهوبة وبالحق موهوبة أميمة، معنا مش أنا باش نقول موهوبة تكفي الموهبة نعيمة. والله مع التجربة هي بخوكو با، وان بلوس أميمة عملت برشا استاجات معناها متاع معناها متاع مسرح متاع تمثيل في جيلها، في جيلها في متميزة، ماهيش تراها في الصف الأول في جيلها أو الصف الثاني أو لا في الصف الأول، لا ممثلة من طراز رفيع، أميمة ممثلة ممتازة جدا ومقنعة وجميلة، وقال تو مش على خاطرها بنتي، ما انا أميمة كي تمثل تقنعني. فما يوم قلت لمخرج يلزمك أميمة بن حفصية والا ليه انا ما نكونش معاك؟ ليه مش اخلاقياتي؟ ليه شنو و البيع بالشرط تاخذ باكو حليب تاخذ معاه ربع غرت و الاقربون اولى بالمعروف جملتك هي الاقربون اولى بالمعروف. هذاك في كي نبدا انا باش مثلا مثلا ما تنجمش انت اللي قلت لك على 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 اللمه نتاعنا في قناه التاسعه ان احنا بالطبيعه احنا اولى من غيرنا، اذا كان فما ولا بروفوني انه البطوله خذاها جعفر، وجعفر تبارك الله عليه ابدع اي ما ابداع في مسلسل، تحيه كبيره لجعفر الغالي، بوسه كبيره يا جعفر، محليك 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 عامل تالي عامل تالي استنيني استنيني عامل تالي عملت حلقه لهنا في يوم في مثل هذا التوقيت بالضبط. إيه؟ على شوف لي حل، كنت معايا يسرى مناعي. إيه؟ وعلى الكرسي متاعي كنت جميلة الشيحي، واليوم أنا قصدت أني قاعدك على نفس الكرسي متاع جميلة الشيحي عشان نشوف التقارب ينجم يكون ولا لا. إيه؟ سألت جميلة الشيحي قلت لها يسرى مناعي أميمة بن حفصية كانوا مع بعضهم، اليوم شوف أميمة وين حجب الأدوار والخدمة متاعها، ويسرى كيفاش اختفت. جميلة جاوبتني الشيحي مجهولة تحية، قالت لي بتبيعها أمها ماهيش نعيمة الجني. الله يجعلك يا دودة جميل جميل، نحب انت يعطيك دودة. والله ايش اقول لك حاجة، والله ممكن اقرب اختر جميلة صديقتنا وصديقة العائلة. دونك ما قالته جميلة صحيح؟ لا 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 يستحيل، وتعرف جميلة اللي انا عمري ما استصدت الأميمة في دور بلا اللي قالت لك هي جميلة شو نعمل لها، نحبك جميلة شو نقول لك ربي سامحك. ممكن جميلة من أكثر الناس تعرف اللي أنا والله لعمري دخلت الأميمة، أما كان مثلا نبدأ مع مخرج مثلا أنا نحبه وقريب لي نجم نقوله علاش أميمة مش معانا، أما ما نقولوش يلزم أميمة معانا، خاطر كان نقول لك ما نقولش نكذب مثلا نقوله أنا مثلا مع حمادي عرفة مثلا اللي قريب برشا لقلبي، ولا سلاح الدين السيد ولا حبيب المسلماني نجم نقوله علاش أميمة مش معانا، ولا مثلا قيس شقير اللي هو حبيبنا وصديقنا المبدع اللي ابدع اي ابداع في مسلسل الهربه، معناها نجم نقوله. لكن مثلا اليوم فما ممثلات زاد موجودين في بلاصتهم، رانيا تومي في بلاصتها، اروى في بلاصتها، لبنى الزديري كل الذمار وكل عسل محليها في بلاصتها، معناها ما نجمش نقول ليه بربي نحي نو. واولا انا مانيش في موقع نجم نقول لعبد نحي هذا وحد ليه في الدراما. في الدراما شفت أميمة في بلايث؟ في الدراما مازلت ما بديتش نتفرج، مش نكذب عليك كانوا نقول لك راني شوية مازلت توا ما نزلت ما بديتش نتفرج. نعيمة الجيني في بالك احنا قاعدين نصور ولا ما في بالك؟ في بالي احنا ما كملنا في الميكرو مازلنا ما كملناش الهربة، قاعدين نصور وي قاعدين نصور مازلنا ما كملناش. شوارك ما ليه مازلت ما الحقيقة تفرجت نتفرج في الهربة ونخرج واي فرصه معناها نقابش نتفرج اما ما تفرجتش في حاجه اخرى ما زلت، اما باش نتفرج خاطر زملائي يمثلوا وميمه مظلومه رمضان السنة. اي نحسها مظلومه الحقيقه، ما خدمتش خساره خاطرها معناها عندها طاقه نتاع تمثيل كبيره. بينك وبينها ايه قالت لك عبرت لك على وجيعتها؟
لانه ما فماش اخي من ممثل يحس رمضان بسته مسلسلات واربع سيت كوميت وهو مش موجود. اكيد بنتي راهو بيتو فقدت. قالت لك امي، قالت لك امي راه فما إيه حاجه. قولي ما علاش بيني، معلش ما خدمتش، اما مش معناها راهي متاسفه خاطر عملت معنا، عملت اسيستونت على ميزون سين مع صادق حلواس في مسرحيه ولد امه، وتخدم في كليبات، تعمل خاطر تعمل برودكسيون ما توا تاع البرودوي معناها شاده البرودكسيون، تعمل دي كليب وتعمل معناها ماهيش قاع ما تقعدش وميما راهي ما تحيرش معناها وقتها معبي فهمت. أميمة نجمة، أميمة نجمة اليوم بالمفهوم التونسي خاطر ما مش مفهوم مصر. مش الفيديو اللي هبط لها مؤخرا تعيسة، صدمك؟ لا. قلقك؟ لا لا. بكيت؟ لا لا نعرف لا حتى طرف. نعرف بنتي؟ لا خاطر بتتر تأسيت من الميشونستي نتاع العباد اللي تحب تعبي لي باج نتاعها على حساب سمعة الناس. مي انا نعرف اللي ذاك مسلسل خاطر تفرجت قيل حتى لو كان مسلسل مش من حقها باش تعمل هكاك. ليه؟ شفت وين وصلنا؟ ما ناخذش عليهم عاد انا ممثله نعرف خاطر وقت انت بتمثل في اللقطه هذيك دايرين بيك 30 تكنيسيان معناها ومخرج وكل ليه ما نتأثرش كل شيء يولي واحد شنو عاد نعمة الجاني.